تمثل العمليات العقلية الجانب الداخلي من السلوك، وبيتضمن نشاط العقل عدة عمليات: إدراك، تصور، تذكر، تعلم، تفكير. الوحدة دي جمعناها على هذا الترتيب: أول هنتكلم عن الإدراك الحسي، ثم التصور والتخيل، وهتشوف إيه الفرق بين الإدراك والتصور، ثم هنتكلم عن التذكر والنسيان، ثم التعلم، وأخيرا هنختم بالتفكير. الإدراك هو عملية تفسير ما يحسه الإنسان خلال حواسه المختلفة. في مجموعة من المثيرات بتجيلنا من البيئة الخارجية، تقع على الحواس، بتوصل للمخ، المخ بيقوم بعملية التفسير، وبناء على هذا التفسير بيكون السلوك. وبالتالي الإدراك بيتم عن طريق العقل في الجهاز العصبي المركزي، لأن الحواس هي بس وسيط تجيب لنا المثيرات وترجمها العقل للمثيرات لها معنى، يديها المعنى، وبالتالي بناء عليها بتتطلب استجابات مناسبة. وبالتالي باختصار، الإدراك هو عملية تفسير ما يحسه الإنسان خلال حواسه المختلفة، اللي هم الخمس حواس للإنسان. السؤال هنا: هل في علاقة بين الإدراك والإحساس؟ آه طبعا، الإحساس هو استقبال موجات وذبذبات ضوئية، صوتية، شمية، تذوقية، حسب الحاسة زي ما بنقول اللي بتقع عليها المثير. إنما الإدراك بيدي معنى لهذا الإحساس اللي إحنا حسيناه، اللي وقع على حاسة من حواسنا. وبالتالي إذا كان الإحساس هو استقبال الموجات والذبذبات الضوئية والصوتية إلى آخره، الإدراك هو الإحساس بس بيضيف له معنى لهذا الشيء اللي تم إدراكه أو تفسيره، بيديله معنى، بيفسره. طيب مين اللي بيجي الأول؟ الحقيقة إن الإحساس مرحلة أولية، لازم الأول المثير يقع على الحواس ويوصل للمخ عشان يقوم بعملية تفسيره. وبالتالي نقدر نقول الإحساس مرحلة أولية لازمة للوصول إلى الإدراك. هل ممكن يحصل الإدراك اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو التفسير للمثيرات ده؟ هل ممكن يحصل من غير إحساس، من غير مثيرات دي ما تقع على الحواس؟ لا، إنه ممكن أو إنه يحصل الإحساس لما ما يكونش عندنا تفسير لهذا الإحساس. عشان يتم الإدراك لازم يتوفر 3 شروط: أولا لازم المثيرات، ودي هنا زي ما بنقول عالم المدركات أو المثيرات المختلفة اللي بتجيلنا من البيئة الخارجية. هذه المثيرات بتقع على وسائل الإدراك المختلفة، لو قلنا الوسائط بتاعتنا اللي هي الحواس الخمسة. اللي بيقوم بعملية التفسير هو الشرط الثالث، اللي هو الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ، اللي بيترجم الحاجات الحسيس دي، بيترجمها إلى حاجات أو مدركات لها معنى، بيديها معنى، بيدي تفسير لهذه الأحاسيس. يبقى أنا عندي مثيرات، حواس، جهاز عصبي مركزي هو المخ. دي الـ3 شروط اللي لازم تتم أو تكون موجودة عشان تتم عملية التفسير أو الإدراك زي ما احنا بنسميه. العملية العقلية التانية اللي عاوزين نتكلم عنها التصور، ومرتبط بالتخيل. يعني إيه التصور؟ احنا قلنا إن الإدراك هي زي ما بيقول في مثيرات بتقع على الحواس بتصل للمخ ويقوم بتفسيرها. وبالتالي في حالة الإدراك المؤثرات دي موجودة، يعني أنا شايفة الشخص ده قدامي اللي أنا بقول إنه فلان، أو سمع الصوت ده فعلا، أو شم الريحة دي فعلا دلوقتي. وعشان كده المثيرات سواء كانت بصرية أو سمعية أو شمية أو ذوقية أو لمسية موجودة فعلا، ده في حالة الإدراك. أمال التصور إيه اللي بيحصل؟ طيب إيه هي خصائص الإدراك؟ الحقيقة الإدراك بيتميز بـ4 خصائص أساسية. أول خاصية إنه هو تصوري أو غير موضوعي. يعني إيه؟ بمعنى إن ما يدركه الفرد أو ما يفسره زي ما اتفقنا الفرد مش الحقيقة، إنما هو شافها إزاي أو سمعها إزاي، وده مرتبط بقوة الحواس، ومرتبط زي ما بنقول بقوة الحواس. وبالتالي لو الواحد عن ضعف نظر أو في السمع، ممكن يكون هذا تفسيره بيختلف عن شخص قوي النظر أو السمع إلى آخره. الخاصية التانية اللي بتميز الإدراك إنه اختياري. العالم حوالينا في آلاف من المثيرات، مستحيل إن أنا أفسر
كل هذه المثيرات، وبالتالي انا بختار الحاجات اللي انا عاوز افسرها، او احيانا انا بضطر ان انا افسرها. يعني لو احنا قاعدين كده مع بعض وفجأة سمعنا صوت عالي هيجذب انتباهي، طالما جذب انتباهي والصوت ده دخل في منطقة الشعور عندي، يبقى انا مضطرة لإدراكه. إدراكه يعني ايه؟ مضطرة لتفسيره حتى لو انا ما كنتش عاوزة افسره. الخاصية الثالثة اللي بتميز الإدراك ان هو زمني، انه بيحصل خلال فترة زمنية قصيرة، وبينتقل، لان الانتباه بينتقل من شيء لآخر بسرعة. وده اللي يبرر ان هو في الاعلانات بيكرروا الاعلان اكتر من مره، لان انا مش هقدر انتبه له، او مش هيجذب انتباهي الا لفتره محدوده، وبينتقل الانتباه الى شيء اخر او بتفسيره. الخاصيه الاخيره اللي بتميز الادراك ان هو تجميعي، بمعنى ان انا ممكن ادرك او افسر، بمعنى زي ما قلنا زي ما اتفقنا، عده اشياء في وقت واحد، زي ما مبنى وسلع وعمال، واقول الحاجات دي كلها مع بعض بتقعد بفسرها بانها محل اللي بيع سلعة أو خدمة معينة، سيارات، حقائب، إلى آخره من السلع أو الخدمات. العملية العقلية الثانية اللي عاوزين نتكلم عنها التصور، ومرتبط بيه التخيل. يعني إيه التصور؟ إحنا قلنا إن الإدراك هي زي ما بيقول في مثيرات بتقع على الحواس، بتصل للمخ ويقوم بتفسيرها. وبالتالي في حالة الإدراك المؤثرات دي موجودة، يعني أنا شايفة الشخص ده قدامي اللي انا بقول انه فلان، او سمع الصوت ده فعلا، او شم الريحه دي فعلا دلوقتي. وعشان كده المثيرات سواء كانت بصريه او سمعيه او شميه او ذوقيه او لمسيه موجوده فعلا، ده في حاله الادراك. امال التصور ايه اللي بيحصل؟ في حاله التصور بتختفي المؤثرات دي، انما بيفضل صوره لها في عقل الإنسان. الصورة دي ممكن تكون صورة بصرية أو سمعية أو شمية أو ذوقية أو لمسية. وبالتالي الفرق بين الإدراك الحسي والتصور إن في الإدراك الحسي المثيرات موجودة، المؤثرات الحسية موجودة قدام عيني، أو سمعاها أو لمساها أو شماها أو متذوقها حاليا في بقي. أما التصور أنا بستدعي الخبرات السابقة زي ما بنقول، اللي هي موجودة في ذهني على هيئة صور، فافتكر صورة شخص معين، أو صوته، أو زي ما بنقول ملمس حاجة معينة أو طعمها إلى آخره. بس المنبهات هنا أو المثيرات في الحالة دي مش موجودة في الوقت. طيب أمال إيه هو التخيل؟ التخيل أيضا هو استدعاء أنا بقوم بيه زي التصور لموضوعات ومواقف سابقة، بس أنا بعمل حاجة بقى إضافة هنا، ان انا بضيف للموضوعات دي او الصور دي، بضيف لها صور جديدة، تراكيب جديدة، بركبها في شكل جديد غير اللي كان موجود قبل كده. وعشان كده التخيل زي ما بنقول المفيد هو ممكن يكون ورا كتير من الاختراعات، انه ممكن الانسان يستدعي صور مختلفة ويركبها في صور جديدة ويخترع بناء عليها اشياء جديدة. أما بقى أحلام اليقظة فهو ده زي ما بنقول، أو أحلام النوم، ده تخيل أيضا، صور من صور التخيل بس غير مفيد. العملية الثالثة زي ما بنقول عاوزين نتكلم عنها، العملية العقلية الثالثة، هي التذكر، وطبعا عكسها النسيان. يعني إيه التذكر؟ التذكر هو إحدى الوظائف تاني أو العمليات العقلية المختصة، بعمل حاجتين. الأول بخزن المعلومات والخبرات والمعارف اللي مرت عليا أو تعلمتها، والخطوة الثانية لما أكون محتاجها أبتدي أسترجعها من إيه؟ من ذهني. يبقى أنا عندي بخزن وبسترجع، ده التذكر. أمال النسيان هو إيه؟ اللي هو الفشل في أداء وظيفة التذكر. يعني إيه؟ يا إما أنا ما عنديش القدرة، عندي قصور في إن أنا أخزن المعلومات أو المعارف اللي مرت عليا، او انا لما اجي استرجعها عند الحاجه ما يكونش عندي القدره ان انا استرجعها. طب في علاقه بين التذكر وبين عمليه عقليه تانية اللي هي التعلم؟ اه طبعا، التذكر بيرتبط ارتباط شديد بالتعلم. انا مش بتذكر الا اللي انا اتعلمته او عرفته او مر عليا قبل كده من خبرات او تجارب او تدريب او تحصيل. وبالتالي لازم التعلم يجي الاول ثم يليه التذكر. ايه هي مراحل التذكر؟ انا عندي 4 مراحل. طبعا بنبدا اول مرحله فيها اللي هي التعلم والاستظهار، او لو الحفظ او الاكتساب. يعني الخطوه الثانيه او المرحله الثانيه ان انا بحتفظ باللي انا اتعلمته او حفظته ده في الذاكره بتاعتي.
الخطوة الثالثة ان انا استعيده تاني، احاول ان انا استرجعه لذهني مرة تانية، وانا بسترجعه ببتدي ان انا اتعرف عليه. وبالتالي الخطوة الرابعة والاخيرة هي التعرف، اعرف ان الحاجة الموجودة قدامي دي مرت عليا قبل كده، السؤال ده او الموضوع ده لو انا في امتحان مر عليا قبل كده، وبالتالي احاول استرجع من ذهني الاجابة المناسبة للسؤال. في انواع للذاكرة، في انواع للذاكره، في الذاكره القريبه ان انا اقدر اتذكر الاشياء اللي عرفتها من مده قصيره نسبيا، امبارح، من اسبوع، من شهر. الذاكره البعيده هي القدره على تذكر الاشياء اللي انا عرفتها والاحداث اللي مرت بيا من مده طويله، وغالبا كبار السن بيبقى عندهم الذاكره البعيده افضل او اقوى من الذاكره القريبه. طيب في كمان نوع تاني من الذاكره مرتبط بالاسماء، في ذاكره الاسماء، الأرقام، الأماكن، الأحداث. يعني ممكن واحد يقدر يفتكر اسم حد زي ما بنقول يعرفه رباعي حتى، في الأرقام، في ناس عندها قدرة على حفظ الأرقام وتذكرها. في ذاكرة الأماكن لو كان الشخص بيقدر يتذكر تفاصيل المكان حتى لو راحوا مرة واحدة. في ذاكرة الأحداث لو مر بنا حدث معين ممكن نفتكره أو بيسيب أثر على ذهننا بالتفصيل. هل كلنا عندنا زي ما بنقول كل الأنواع دي من الذاكرات؟ لا، في ناس عندها ممكن ما يكون الأسماء، في الأرقام، في الأماكن، في الأحداث، في ممكن ما يكونش زي ما بنقول عنده أي من هذه الأنواع. العامل التاني اللي بيسبب نسيان هو عامل بنسميه عامل اكتمال والمعنى. بمعنى كل ما كانت الحاجة اللي أنا بتعلمها أو بتدرب عليها أو بحصلها مكتملة وليها معنى، كل ما كان من بتقاوم النسيان وصعب ان انا انساها. اما لو كانت الاشياء ناقصه او ملهاش معنى فهي اكثر قابليه للنسيان. طيب عكس التذكر زي ما قلنا اللي هو النسيان، ان انا اما ما اقدرش اخزن الحاجات او ان انا ما اقدرش استرجعها. ايه اللي ممكن يسبب النسيان؟ الحقيقه في مجموعه من العوامل نقدر نقول انها 6 عوامل اساسيه. أول عامل بيسبب النسيان هو عامل الزمن. الفترات الزمنية الطويلة ممكن تخليني أنسى الموضوع أو الشيء ده، بس خلي بالنا الفترات الزمنية الطويلة مش لوحدها اللي بتخليني أنسى، لازم يكون معاها عامل تاني هو أنا أكون ما بستخدمش أو ما بستعملش الموضوع ده اللي أنا سبق إن أنا اتعلمته. لأن مرور الزمن على اللي أنا اتعلمته من غير ما أراجعه أو أكرره أو أسترجعه من حين لآخر بيخليني ان هو يبتدي ينمحي من ذاكرتي شيئا فشيئا. العامل التاني اللي بيسبب نسيان هو عامل بنسميه عامل اكتمال والمعنى. بمعنى كل ما كانت الحاجة اللي انا بتعلمها او بتدرب عليها او بحصلها مكتملة وليها معنى، كل ما كان من بتقاوم النسيان وصعب ان انا انساها. اما لو كانت الاشياء ناقصة او ملهاش معنى فهي اكثر قابلية للنسيان. العامل الثالث اللي بيسبب النسيان هو عامل التداخل. يعني ايه؟ يعني المواد اللي انا بتعلمها دي تدخل على بعضها، تتلخبط على بعضها. في نوعين من التداخل، تداخل رجعي وتداخل لاحق. يعني ايه تداخل رجعي؟ يعني التعلم الجديد اللاحق، الحاجة الجديدة اللي بتعلمها ممكن تضعف لي التعلم الايه السابق. تداخل لاحق العكس، لو انا بتعلم هنا زي ما بنقول قبل كده كنت بتعلم مثلا لغة مثلا فرنساوي وابتديت اتعلم انجليزي، ممكن الفرنساوي ده يقف زي ما بنقول وميخلينيش او يتدخل مع الجديد، وبالتالي يفسد لي ميخلينيش اكتسب زي ما بنقول التعلم الانجليزي. العامل الرابع اللي بيسبب النسيان هو ان انا ما كررش الموضوع اللي انا اتعلمه. زي ما بنقول المراجعة والتكرار كفيل بإن أنا أحتفظ بالحاجات في الذاكرة. العامل الخامس المواقف الانفعالية المؤلمة بالنسبة للفرد، والحقيقة دي رحمة من ربنا، لأن المواقف الانفعالية غالبا زي ما بنقول مش بننساها إنما بتكبت وما بتظهرش في الشعور، بتدخل على العقل الباطن أو اللاشعور. طبعا ممكن بتظهر في الأحلام، بتظهر في غيره من الصور، إنما هي ما بتتنسيش بالكامل، بس هي رحمة من ربنا اللي هي زي ما بنقول ما تفضلش حية في ذهننا كده على طول. أخيرا المسبب الأخير للنسيان هو تغير الميول والاهتمامات. بيحدث النسيان لبعض المعلومات والموضوعات لو أنا
ابتديت امارس هواية تانية او نشاط اخر زي ما بنقول في الرياضة. كنت انا مثلا بمارس بلعب كرة قدم، وقررت ان انا امارس التنس مثلا، العب تنس. طبعا وانا بلعب كرة القدم كان كل قواعد اللعبة وكل تفاصيلها عندي في ذهني. بمرور الوقت لو انا اتنقلت لرياضة اخرى هبتدي افقد المعلومات الخاصة بكرة القدم، واكتسب زي ما بنقول المعلومات، وتبقى هي اللي حية في ذهني اللي هي مرتبطة بالرياضة الجديدة اللي انا انتقلت لها. العملية العقلية الرابعة اللي هي التعلم. هل مقصود بالتعلم اللي هو اكتساب المعلومات او التحصيل الدراسي او الاكاديمي الى اخره؟ لا، الحقيقة ان التعلم لا يقتصر فقط على التحصيل الدراسي او التعلم الاكاديمي، انما التعلم نقدر نعرفه بان كل ما يكتسبه الفرد، معاني بقى، افكار، اتجاهات، عواطف، ميول، قدرات، عادات، مهارات حركية وغير حركية، زي حركية زي قيادة السيارات أو الدراجات، غير حركية اللي هي مرتبطة بالذهن. سواء أنا اكتسبت الحاجات دي وأنا قاصد إن أنا عاوز أكتسبها أتعلمها، أو إن أنا هي جت زي ما بنقول بالصدفة، أنا مش قاصد، زي ما يكون إن أنا وسط عيلتي بكتسب كتير من عاداتهم ومن أفكارهم ومن عواطفهم، بيحبوا إيه وبيكرهوا إيه واتجاهاتهم مؤيدين إيه ومعارضين إيه، حتى دون أن إيه أن أقصد. طيب، في شروط للتعلم؟ آه، الحقيقة في شرطين أساسيين للتعلم: الدافع والقدرة. طالما التعلم ده نشاط بيقوم بيه الإنسان، يبقى لازم يكون وراه دافع، أو سلوك بيقوم بيه الإنسان، لازم زي ما اتفقنا أنه لازم يكون أي سلوك وراه دافع بيدفعني إلى ممارسة النشاط ده، أو بيدفعني إلى محاولة التعلم لتحقيقا لهدف معين. أنا مش بتعب نفسي وأبذل جهد في التعلم ده إلا لو كان في حاجة بتزقني، بتدفعني إن أنا، أو هدف أنا بسعى إلى تحقيقه من وراء هذا التعلم. الشرط الثاني اللي هو القدرة. يعني ممكن يكون الدافع موجود زي ما بنقول، إنما هو شرط ضروري رغم أهميته، وإنما هو غير كافي عشان أتعلم أو أكتسب الحاجة. لازم يضاف إليه شرط آخر ما يقلش أهمية عنه، هو القدرة على التعلم. كل نوع من التعلم له القدرة المرتبطة بيه أو الخاصة بيه، وبالتالي الشرطين الأساسيين لازم عشان أتعلم شيء، لازم يكون عندي الدافع زائد القدرة على هذا النوع من التعلم. آخر عملية عقلية عايزين نتكلم عنها اللي هي التفكير. والحقيقة إذا كانت العمليات العقلية السابقة ممكن تكون موجودة في الإنسان أو الحيوان، إنما التفكير نشاط إنساني فقط، وقدرة، عشان هو قدرة من القدرات العقلية العليا اللي بيميز بيها ربنا الإنسان عن غيره من الكائنات الحية الأخرى. في تعريفات كتير للتفكير، إنما في من علماء النفس بيقصروا التفكير على ما يطلق عليه التفكير الاستدلالي، وبالتالي بيعرفوه بأنه النشاط العقلي اللي بيستهدف حل المشكلات أو الوصول لاتخاذ قرارات أو إصدار أحكام، وده بيبدو على وجه الخصوص في التفكير المنطقي أو العلمي. عشان كده لو حبينا نحدد خطوات عملية التفكير العلمي نقدر نقول إنها 5 خطوات أساسية. أولاً، أشعر بالمشكلة ثم أحددها، أحط بعض الاحتمال، فروض أو احتمالات لحل هذه المشكلة، أقيم هذه الاحتمالات أو الفروض واستبعد زي ما بنقول كل ما هو غير صالح لتفسير المشكلة، ثم لغاية ما أوصل المرحلة الخامسة والأخيرة أن أصدر حكم أو أوصل إلى حل المشكلة أو تفسير الموقف اللي بيواجهني أو اللي قدامي.